حلوين، انا ناي واهلا وسهلا فيكم بالقناه وفيديو جديد. توتوريال اليوم رح اعلمكم كيف تحصلوا على مساحه كبيره بين العين والحاجب باستخدام 3 خطوات سهله وبسيطه. مكياج اليوم بيصلح للعيون المبطنه والجفون النازله والصغيره. فاول خطوه رح نمشط الحواجب ونرفعها باستخدام صابون او جل تبع الشعر او تلزيق تبع الرموش. بعدين بنملى الفراغات وبنحاول نعطي حواجبنا شكل مسحوب. انا هون استخدمت جل من اناستاسيا واسمه دارك براون، رح خليلكم اسماء كل المنتجات بالشاشة. شفتوا بنات، بمجرد ما رفعت الحاجب ورسمته المساحة بتبين كتير كبيرة. بنات هلأ باستخدام كونسيلر وفرشاة مسطحة رح ننظف تحت الحاجب منشان تبين الرسمة بيرفكت ويبينوا الحواجب مرفوعين أكتر. فكتير بيسألوني كيف عندي مساحة كبيرة بين العين والحاجب، خصوصا بالتيك توك عم بتطلع بالكومنت في اللي بيقول عاملة بوتوكس وفي اللي بيقول ما بعرف شو. بس بنات أنا ماني عاملة بوتوكس، اوريدي عندي مساحة كبيرة بين العين والحاجب، بس بستخدم هالطريقة منشان تبين أكبر. بعد ما خلصنا الخطوة رقم 1 هلأ رح نحضر بشرتنا ورح نستخدم أول شي برايمر. أنا استخدمت برايمر من نيكس، بعدين مزجت 2 فونديشن. هلأ ديرماكول هو فونديشن بيغطي كل عيوب البشرة بس كتير تقيل، وأنا بحب الفونديشن اللي تركيبته كتير تقيلة، لهيك مزجته مع سوبر ستاي من مايبلين. بعدين أخذت كونسيلر وحطيته تحت وفوق العين ودمجته بالبيوتي بلندر. حبيباتي ادمجوا سواء الفونديشن أو الكونسيلر على مهلكون منشان بعدين لما نحط الباودر ما يتراكم ويعطينا مظهر البشرة مثل الكرتون. وكيف ما عم بتشوفوا هون حطيت باودر تحت العين وتركته شوي بعدين شلته. وهذا اختياري طبعا، فيكن تخلوا الباودر حتى تكملوا مكياج العين وبعدين تشيلوه. هون أخذت قلم بيج وحطيته داخل العين. فنصيحة لكل البنات اللي تحب تبين عيونها كبيرة تحط قلم بيج أو أبيض داخل العين، بس بفضل البيج أكتر لأنه ببين طبيعي. وبعد ما خلصت من تحضير الوش رح ننتقل للخطوة الثانية. فلهيدا اللوك رح نستخدم ألوان ترابية. أخذت باليت من دو كولور. أول لون استخدمته هو اللون الفاتح منشان أثبت الكونسيلر. ثاني لون هو البني اللي حطيته بالجفن الثابت على شكل قوس، وبندمج الاي شادو شوي شوي باستخدام حركات دائرية ونرفعه لفوق. بعدين اخذت لون بني غامق شوي وحطيته على الجفن الثابت ودمجته بس شوي من غير ما نرفع كتير لحتى يعطينا افكت الاي شادو ديجرادي. وتذكروا صبايا دائما بندمج الاي شادو بشكل دائري منشان ما يضل مبقع. وهلا رح ناخد ايلاينر، فيكن تستخدموا اي نوع ايلاينر عندكم جيل او قلم، وبنرسم خط من رقيق لسميك. والخطوة الثالثة المهمة، انتبهوا بنات انه نرسم الايلاينر باتجاه الاي شادو، ما نرسمه نازل، يكون باتجاه الاي شادو تماما مثل ما عم بتشوفوا بالتوتوريال. فلا تسرعوا برسم الايلاينر، خدوا وقتكم وعلى مهلكم، اهم شي بالاخير يضل بيرفكت. بعدين حطيت شوية ماسكارا لانه رح ركب رموش. الرموش اللي استخدمتها هي ما كتير كبيرة، والطريقة اللي ركبتها فيها هي رفعتها شوي من الآخر
مشان تبين العين مسحوبة، ولا تعتلوا هام ما رح يبين الفرق لأنه الأيلاينر بيغطي. بعدين طلعت الأيلاينر بس شوي شوي، وهيدا بيعطي نظرة مختلفة تماما، بتبين العين مسحوبة أكتر مثل الكات آيز أو الفوكسي آيز. وحطيت ماسكرا، بعدين أخذت اللون البني الفاتح شوي وحطيته تحت العين، وبعدين حطيت شوية كونتور كيف ما عم بتشوفوا. حطيت شوية بلاش، هيدا اللون بحبه كتير كتير كتير، وحطيت مثبت الميك اب كمان، هيدا بحب ريحته كتير. وهون استخدمت هايلايتر من هدى بيوتي، حطيت بالخدود وفوق الحاجب شوي بالدقن وشوي بالأنف. بعدين حددت شفافي بقلم تحديد الشفاف لون أحمر، واستخدمت حمرة من هدى بيوتي، أكيد هيدا اللوك الفخم ما بيلبق له غير اللون الأحمر. صبايا هيدا هو اللوك اليوم، بتمنى يكون عجبكن، ولا تنسوا تطبقوا الخطوات 3. بحبكن، باي.